عبد الله، هضرتي قبيله على المساله ديال الغياب ديالك على الاعلام. واش هاد المساله كترجع للنوع الموسيقي اللي كدير واللي كيشوفوه الناس انه ما عندوش جمهور ديالو، او انه المساله مرتبطه بشخص؟ عبد الله، دابا بيناتنا شنو كتقول في هاد الشيء؟ وا باش نكون معكم صريح، الموسيقى فاش كيسمعوا الناس فريمون، قلت لكم الشعب المغربي شعب ذواق، كيبغي غير توصلوا ديك الموسيقى، كاين شويه الاعلام، مي القضيه ترتبط شويه بشخص عبد الله بن شرادي، لانه بعد الظروف اللي مايمكنش ليا نناقشها اللي كتبقى شخصيه، هي اللي خلتني شويه جار الفران، حيت شوي زعما سيغ سين بزاف لي فواياج وهادشي تيبغي تجلس. كاينين دوز البوم، من بعد نهضروا على هادشي الا بقى الوقت، كاينين دوز البوم محطوطين ان شاء الله، تنتسناو غير في الوقت المناسب باش يخرج هادشي، زعما ماشي شي حاجه اللي وانا شوي ساتيسفي، زعما حتى شي حاجه ما برزت عليا راسي زعما من هاد الباب، انا خدام تندير لي غوشيرش ديالي. ولكن واش ما كاينش مشكل على كما قلنا في السؤال، واش ما كتشوفش ان الموسيقى اللي كتلعب في المهرجانات ان ما كيكونش عليها واحد الاقبال من طرف الاذاعات؟ كنعرفوا كاين مجموعه من الاذاعات الخاصه اللي متخصصه في الموسيقى، ولكن ما كدوش الموسيقى ديالكم، واش ماشي هذا من بين الاسباب؟ باش غادي نقول لك دابا، هذا سؤال شويه زعما معقد شيئا ما. كيما قلت لك، المغاربه تيسمعوا الموسيقى ديالنا فريمون تتعجبهم، تيقول السؤال ديما اللي تيطرح عليا، فين لقاوك؟ علاش ما كاين؟ ديما هذه الاسئله تتطرح عليا، تنسمع تقريبا يوميا فريمون تنسمع يوميا. اللي جميل في الامر هو الموسيقى تتبقى، كاين دي كاتيجوري ديال الناس اللي كتسمع واحد النوع ديال الموسيقى واحد نوع اخر ديال الموسيقى، هذا باب اخر ما خصوش، ما عندناش الوقت باش نحلوه. مي كيما قلت لك، الناس كتسنى فينا.